كيفاش ندير باش نولي دمار؟ هذا هو السؤال اللي سولني واحد السطعة الصباح، وقال لي يا بغيت نرجع عند ندير 15 ساعة الخدمة 14 ساعة الخدمة. ودار بيناتنا واحد الحوار اللي قلت ليه واش ممكن نديرو سبوريت، قال لي مرحبا باش واش يستافد. في الحقيقة بقيت كنفكر في الهضرة ديالو، بان لي 15 ساعة 14 ساعة كثيرش كثير بزاف، هاد المدد انا دوزهم وكل واحد يقدر يدوزهم، ولكن كدوزهم فترة ماشي حياتك كاملة. 16 ساعة الخدمة بزاف، دوزت انا انتما تبعتوا معايا غير البروجي ديال الغول وسبع بنات كنتو كتبعوا معايا راه كنبقى، ولكن ما نقدرش نديرو ديما. وحتى في البرو في البدايه ديالي ديال الفيديوهات كنت كتبقى هذا المدد، ولكن راه عنده ثمن، هذا المدد عنده ثمن، راه كياكل لك صحتك. انت شغوف ما كتحسش بالوقت، ولكن راه تيهلك لك صحتك ديال بصح، فهمتيني؟ كتخلص عليها. يعني احسن حاجه بالنسبه لي هي تقاد وترتب وقتك وتعطي كل حاجه حقها، رغم انه هذه العمليه ترتب وقتك ما سهلاش وصعيبه. باش نكونوا متفقين، الدمير الهارد ووركين هو الاكبر اليمو اعتقد باش توصل دير واحد الحاجه. الا ما كانتش ديك انا كنسميها كتعصر الجفاف اللي في وسط صدرك وتدمر، ما كانتش عندك هذه الامكانيه هذه، راه صعيب تحقق الاحلام ديالك. يعني مهمين، ولكن عاوتاني ما خاصوش يدخل باش ياكل لك صحتك، لانك في الاخر غادي تطيح في ماساه نفسانيه غادي تعذب. وانا نجي لكم حتى لهذه القضيه مزيان. دونك كاتفاقا دابا اتفقنا انه الهارد ووركين مزيان، ولكن موديراسيون ما يكونش بزاف. دابا المشكل اللي عند السيد هو انه في ماشي حاجه واخا تكون عاجباه، ها هو دي سيده حاجه عاجباه اللي يقدر يكون فيها، يلا كيبدا خدام فيها تيعكز. وهنا مشكل اخر ديال لو كور ديالك النفسانيه ديالك اللي اصلا تميل للنوم، ما غاترتاح ما غدير والو. وحنا كاملين داك البشر، حنا كاملين داك الانسان اللي ما باغي يدير والو، باغي يريح يضرب الشيبس ويقصر ولا يتفرج. انا كلشنا بحال هل في هذه الحاله هو لوبجيكتيف، لوبجيكتيف ادير اوبجيكتيف. هذاك لوبجيكتيف من الاحسن يكون في الاول صغير صغير جدا، وغادي يقول طارت معزه غادي ندير هذا صافي غادي نديرو وغادي نديرو سال الفيلم. خاصني نوض نمشي ندير لاطا للفران، غادي روبو غادي نقتل فيا كاع، غادي نهز لاطا ونديها للفران. تكون روبو تقتل المشاعر، ما تخليش دماغك لحظه فين يفكر. حطيت ليه واحد لوبجيكتيف اللي ما يخليش فين يفكر، لانه غالبيه العمل انا كنظن هو مقسم جوج ديال لي زيتاب. المرحله الاولى التفكير اللي كتكون مريح تفكر الخدمه شنو غادي دير، والمرحله الثانيه الانجاز. المشكله في الانجاز، هاد الانجاز هي فين كاين المشكل، هي الهارد وورك. تما بنادم ما كيقدرش هاد المرحله الانجاز لا تتطلب التفكير، راك فكرتي قبل صافي سطر الفكره ديالك واضحه، طفي داك الدماغ سير صافي صافي سير. هذا هو الحل اللي غادي دير، غتمشي غادي ديرها حق سالي اوبجيكتيف. ملي كتحقق الاوبجيكتيف ديالك واخا صغير كتحس بواحد الرضا على النفس زوين، لانه درت شي حاجه. لا البارح ما كنتي درتي، البارح ما درتي والو، المده هذه ما درتي، لا دابا درت واخا قليل درت. وهاد الاحساس ديال الرضا على النفس زوين وبحال البلية، الغد اللي كتعاود تبغي تحس براسك كتحس بالكينونه كتحس براسك، فهمتيني؟ كيعاونك هذا الشيء باش تخرج من مشاكل نفسانيه كثيره من مرض، فهمتيني؟ فكتبدا خدام كتقتل الذات ديالك، غادي ندير هذا الاوبجيكتيف تحل فيك كدير هذا الاوبجيكتيف تبقى غالي. تقدر تعاود نفسك سيمانات سيمانات سيمانات، واحد الوقيته كدير كتطلع كيدي طلع كتولي انسان اكتيف، لان لوكور ديالك بحال لاستيك جبتيه يتجبات قمشي يتكمش، الا عطيتيه معاك ولفتي الجوع يجوع معاك على الماكله يولي شاري. انت كتادابتي فهمتيني، يعني عطيه غصبر عليه، والصبر ديالو راه ما كبيرش، راه غير بعض الخطرات كيقولها ساعات وبعض الخطرات كيقولها ايام، يعني اصبر شويه غادي غادي تفوت. واحد الملاحظه ذكرنا فيها اخرى واللي هي واش فعلا داك الشيء اللي كدير عاجبك ولا ما عاجبكش، لانه عاجباني الحاجه راه ماشي هي فرحان قبل نديرها اولا متحمس نديرها، راه ماشي هي عاجبني الحاجه اولا كنسمعها كنت اكسيتا، لا ماشي هي عاجبني الحاجه. عاجبني الحاجه انا اعتقد في رايي هي وانت كدير فيها ما كتحسش بالملل صافي، هذا هو هذا هو التعريف. ماشي وانت كتحس بالفرحه، لا غير ما كتحسش بالملل، ماشي انت كدير كتقول انا كنديرها فرحان، لا ماشي هي عاجبني الحاجه، لا 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 عاجبني الحاجه هي كدير واحد الحاجه وانت ما راحتش البال الوقت كتحس بالملل، هذه في نظري عاجب. يعني كيفاش تعرف راسك عاجبك؟ هي ملي تكون كدير الحاجه ماشي غير سامع بها. ولد خالتي طبيب، انا الطبيب السميه ديال الطبيب كتعجبني. ولد خالتي ديزاينر، سميه ديزاينر زوينه، داك الشيء زوين، صافي اكسيتاتني ديزاينر، انا عاجبني الديزاين
وجرب ديزاين قيس شوف شوف الناس كيخدموه ريح معاهم شوف شحال ديال الساعات طوال وخدام باش يخرج لك لوغو زويون تشوفو كيجيك حامض شوف الخدمه كيضرب تمر علاش تقول وجرب وداكشي علاش تقول ما فريمون عاجبني هذا الدوم علاش ديتي شي انا كنقول راه البارح دويل في داك السطوري ديال التعليم راه التعليم الاصلي راه ديزيكسبيريونس راه تجارب راه التعليم انا في رايي تجارب ديزيكسبيريونس كتعيش ماشي غير نضر عليك ولا عاود ليك ولا ضد الطبيعه تنضير ضد الطبيعه الطبيعه هي تجربه تجرب بيدك تجرب باش تقول باش تعيش ديزيكسبيريونس مع الناس خرج دير باش تقول انا راه انا كوميرسيال ولا انا ماشي غير بالهضره فهمتي شنو نقول لك دونك هذا هو الحد طولت عليكم في هاد السطوريات وبقيت كنبلبل ما عرفتش وقلم تريني فيها الجهد وتهلاو.